كنحييو المرأة الفيجيجية على هاد وكنقولوا لها عيد مبارك سعيد لكل الأمهات، كل الأخوات، كل نساء المغرب، وتحية نضالية للمرأة الفيجيجية. كنشكروا مدير دار الشباب المركزية اللي كيقوم لنا بهذه المبادرة الجيدة، وكيشجعنا تشجيع معنوي على هذا الرياضة، باش نمارسوا الرياضة، باش المرأة الفيجيجية تمارس الرياضة. السباق أنا شاركت في سباق المشي، كان السباق لثالث مرة كنشارك وكنفوز بالميدالية. كنشكر جميع اللي قاموا اللي سهروا على هذا، اللي انطموا هذا المسابقة. عبد الكريم مريني، رئيس فرع ألعاب القوى سابقا، عضو في مكتب جمعية الأمل للثقافة والرياضة. إذن بدوري كنشكر اللي انضموا هذا السباق. الصراحة تمتعنا في هذا الصباح، تمتعنا بالسباقات ديال الأطفال وديال الشباب، وبالخصوص ديال المرأة، داك السباق ديال المشي صراحة تمتعنا كما ينبغي. وما عليا بدوري إلا أن نشكر مدير دار الشباب وهاد الشباب اللي واقفين معاه واللي كسهروا على التنظيم ديال هاد الأنواع ديال الأنشطة، لا الثقافية ولا الرياضية. إن كنتمنى لهم كل الشكر، وكان نهني الفائزين، وكنتمنى لهم وكنطلب منهم الاستمرار في هذه الانشطه ديال الرياضه ومزاوله الرياضه دائما، لان هذه الرياضه ولات مهمه في هذا الوقت. هذا السباق الذي نظم هذا الصباح كيجي في اطار مهرجان الابداع الثقافي والرياضي اللي كتنظمه دار الشباب المركزيه، وكتسعى من خلال هذه السباقات الى تشجيع الممارسه القاعده للرياضه، وايضا تشجيع ممارسه العنصر النسوي للرياضه في مدينه فيكيك. للاسف الشديد العيالات عندنا في المدينه ما كيمارسوش الرياضه بزاف، دونك فحاولنا في اطار المهام ديال دار الشباب تشجيع الاطفال الشباب والنساء. هذا الصباح نضمنا مجموعه ديال السباقات، نصف الماراثون، العدو الريفي، وايضا لاول مره كنضمو بمدينه فيكيك سباق الدياتلون. الحمد لله كان اقبال، كان مشاركين ومشاركات، وكنهني الفائزين وكنشكر كل من ساهم من بعيد او من قريب في انجاح التظاهره، المجلس الجماعي الفيجي، السلطات المحليه، الامن، الوقايه المدنيه، القوات المساعده. ولنا موعد سنه قادمه ان شاء الله.